السؤال الثاني عند عبد الوهاب عمر المريح من الجوف يقول: هل الصلاة مع الجماعة شرط لصحة الصلاة أم لا؟ نرجو ذكر الدليل إن أمكن ذلك وفقكم الله. اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال قوم إن الصلاة إن أداء الصلاة في الجماعة شرط، وأن من صلى وحده بدون عذر بطلت صلاته، وقال آخرون بل واجبة، تجب الصلاة في الجماعة ويجب السعي إليها وأن تؤدى في المساجد، وهذا أعدل الأقوال. وقال قوم إنها فرض كفاية، قام بها من يكفي صار أداؤها في حق في جماعة في حق الباقي سنة. وقال آخرون سنة، ولكن الصواب من هذه الأقوال وأعدلها وأصحها قول من قال إنها واجبة، إن هذا أصلا في جماعة واجبة، وفي المساجد بالذات يجب أن تؤدى في المساجد مع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. خرجه ابن ماجه والحاكم وجماعة بإسناد جيد، قال حافظ البلوغ على شرط مسلم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجل اعمى قال: يا رسول الله، انه ليس لي قائد نائم المسجد، فهل لي من رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمعني اذا بالصلاه؟ قال: نعم. قال: فاجب. فهذا اعمى ليس له قائد نائم، ومع هذا يقول النبي اجب ولم يجد له رخصه. وفي رواية خارج مسلم قال: لا أجدك رخصة. فصرح صلى الله عليه وسلم أن الأعمى الذي ليس له قائد لائمه ليس له رخصة في ترك الصلاة في الجماعة في المساجد. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق على من تخلف عن صلاة الجماعة بيوتهم، قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حذر من حطب إلى قوم في الأرض إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فلولا أنه فعلوا منكرا لما هم بتحريق بيوتهم، لأنه لا يهم إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. فلولا أنه أتوا جريمة توجب هذه العقوبة لما هم بأن يتخلف عن الصلاة ويستخلم يصلي بالناس ثم يذهب إليهم في وقت الصلاة حتى لا يتعذر ويقول: قد صلينا أو كذا أو كذا، يأتي في وقت الصلاة حتى تكون الحجة قائمة. ويروى عنه عليه السلام أنه قال: لولا ما في بيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فهذا كله يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة. أما الشرط لا، ليس بشرط على الصحيح، لأنها لو كانت شرطا لأمر الناس بالإعادة، وقال: من صلى في بيته فليعد، ومن صلى بغير جماعة فليعد. فلما لم يأمره النبي بالإعادة عليه الصلاة والسلام، وإنما توعدهم وأمرهم بالحضور، دل على وجوب، لأن أصل الأوامر الوجوب، وأصل الوعيد الدلالة على وجوب ما توعد عليه. فهذا هو الحق، أنها تجب الصلاة في الجماعة في المساجد في بيوت الله لا في بيته، بل يصلي مع الجماعة في مساجد الله، هذا هو الواجب وهذا هو الحق، والله المستعان. نعم. ومن المصائب العظيمة تساهل كثير من الناس اليوم بالصلاة، وهي عمود الإسلام، وهي أول شيء يحاسب عنه يوم القيامة هذه الصلاة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين كره وشركه الصلاة، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أصل أمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فالواجب على جميع المسلمين العناية بهذا الأمر، على النساء والرجال، فيجب على النساء المحافظة عليها في الأوقات، وأن تؤدى بطمأنينة وإخلاص لله وإقبال عليها مع الطمأنينة الكاملة في ركوعها وسجودها وقراءتها وفي الجلسة بين السجدتين وفي الوقفة بعد الركوع، كل هذا يجب أن يعتنى به، وأن يكون المصلي مطمئنا سواء كان رجل أو امرأة، هذا أمر عظيم. فيجب على الرجال والنساء العناية بهذا الأمر، وعلى الرجال أداؤها في الجماعة في مساجد الله مع إخوان المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم، وتنفيذا لأمره عليه الصلاة والسلام وطاعة له صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن صلاته في البيت فيه تشبه من المنافقين،
وفي عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وسيلة إلى تركها، متى تساهل بها وصلى في البيت فقد يغفل عنها وقد يؤخرها كثيرا وقد يتركها بكلية، لو كانت لها أهمية لما ترك لما صلىها في البيت. وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني الصلاة في الجماعة. نعم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى من الرجل حتى يقام في الصف، من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الصلاة في الجماعة، كان الرجل يؤتى به يهادى من الرجلين يعضدون له حتى يقام في الصف. هذا يدعى عناية الصحابة بالصلاة وأنها تهمهم كثيرا. ومن المصائب أيضا تساهل الناس، تساهل كثير من الناس بصلاة الفجر خاصة، فإنها يتساهل بها الكثير أكثر من غيرها مع أنه في بيوتهم، لكن بأسباب السهر الكثير يتخلفون عن صلاة الفجر في الجماعة في المساجد، وربما أخروها إلى بعد طلوع الشمس إذا يذهبوا إلى أعمالهم، وهذه من المصائب العظيمة ومن المنكر العظيم. فيجب على المسلم أن يحذر ذلك، وأن لا يسهر سهرا يضره ويسبب تخلفه عن الصلاة في الجماعة في المساجد، ولو كان سهره في أعمال مباحة أو مستحبة كقراءة القرآن أو التهجد بالليل أو ما أشبه ذلك. لا يجوز له يسهر سهرا يجعله يتخلف عن صلاة الفجر في الجماعة ويتثاقل عنها، فكيف إذا كان سهره في معاصي الله في سماع الأغاني وآلات الملاهي